بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. وإذا أعطاك الله فمن يمنعه؟ فلذلك عطاء الله عز وجل أعلى عطاء في العلم، فالعلم يرقى بالإنسان إلى مستوى إنسانيته، فإذا ترك طلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. وصف الله الجهل بأنهم أموات غير أحياء، وصفهم أيضا كأنهم خشب مسندة، وصفهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الجهل خطير جدا، والجهل أكبر شيء يعني يدفع ثمنه الإنسان في الدنيا والآخرة هو الجهل. بارك الله شيخنا، يعني وصية لهالمشايخ اللي تحرك في الدعوة للدعاة، وصيتك لنا يعني تحركوا للبلاد. أنا أقول لكم، نعم، الإنسان ينتفع من علم أي عالم، طبيب، مهندس، خبير إلى آخره، إلا أن عالم الدين لا ينتفع به إلا إذا رأى تطابقا بين أقواله وأفعاله. يا سلام، هي نقطة مهمة جدا. فإذا أردت أن تكون داعية حذار أن يراك المدعو على خلاف ما تدعو. التقيت مع الإمام الشعراوي وطلبت منه نصيحة للدعاة، فقال لي هذا الكلام، ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما تدعو. تأمر الناس بالبر وتنصح، تجد المصداقية. أنت حينما القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البشر. املأ قلب من تدعوه بإحسانك ليفتح لك عقله لبيانك. القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البيان، والأصول قبل الفروع. يا سلام. يعني الله جل وعلا يعني أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا آتاه مئات الخصائص المتميزة. نعم. فلما أراد مدحه، نعم، لم يذكرها إطلاقا، ذكر خلقه. نعم. لأنه منه عليه الصلاة والسلام. إنك لعلى خلق عظيم. يعني بيقولوا الصلاة لها وضوء، الصلاة لها وضوء. نعم. شوف الصلاة، وكذلك الدعوة لها وضوء. نعم. الدعوة، الدعوة لها وضوء. نعم. فقال وضوء الدعوة الإكرام. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهدى صفوان ابن أمية وادي من الأنعام. ما شاء الله. قال والله ما في هذا العطاء إلا نبي أشهد أن لا إله إلا الله، ودخل في الإسلام. نعم نعم. نعم. فبيقول وضوء الدعوة الإكرام. نعم. ما شاء الله. يعني الصلاة لها وضوء، وكذلك الدعوة لها وضوء. بقوله هيك عبارة خطيرة شوي، الدعوة بدون إكرام إجرام. يعني الأصل أن نقول جملة من حبك أحسن إليك، الغسل أشد بعد في وصل الدعوة. ها؟ وصل الدعوة التوحيد. الله يكرمك يا دكتور. بارك الله بكم. الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. هذا الشيخ صالح يسلم عليك. هذا الشيخ صالح ان شاء الله. يسلم على الشيخ.